تشد انا نخدم مرات تشد شنو قل المشكلة اللي كتعاني منها المشكلة اللي كنعانيو منهم من هاد الغبرة وهاد الغيس بلاصة كل شيء الشيء اللي كنعانيو منهم من هاد الغبرة وهاد الغيس كرفصون لنا المحل ديالنا شوف كيجيو عندنا لا كليان لا والو على حساب الغبر تحط شي سلعة وداك الشيء كلشي كيتكرفص لينا ثوب كنخدمو داك الشيء ديال طابق ستة وعند بقى كيجي عندنا فهمت وخاص يديرو معنا شي حل وصافي يعني شنو كيدوز من هنا باش نعرفو كيدوزو الكاميوات الرمي و ديك ديك المالاكسون ديال البيطون والغبراء المشكل ما كاين وكاين لا نظافه لا والو كيجيو كيغبروا فينا وداك الشيء من هضرنا معاه ما داروا معنا حتى عندهم شي طريق اخرى راه كاينه طريق اخرى عندهم يدوزوا من هنايا ولكن قلنا من هضرنا معاه قال ما يمكنش ندوزوا من شب كان الحل الوحيد ندوزوا من هنايا هو الحل الوحيد كاينه مدرسه محلولين خاصك راه في الصباح شكرا الو كان الو 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 هاد المشروع هذا جا تقريبا دابا شي 3 شهور المشروع دابا جا دابا تقريبا شي 3 شهور دابا راه خلانا حبلو بونت في الحقيقه تيقال هذا الشيء ما بالعربيه تعرف جا الناس دابا راه كيتشكاو اللي كي ما بقاوش لا خليك بلاصتك خليك بلاصتك الميكرو خليه واقف سير السيد هضرنا تقريبا هضرنا مع المره الاولى فهاد الناحيه ديال هذا قال لك اودي انا ماشي ولكن شكون هذا اللي مسؤول هنايا باش نزيدو نوصلو للنتيجه والاساس ديال هادشي كامل راه الكليان دابا راه حنا واقفين راه ما كاين حتى شي حاجه دابا الغبره وهادشي دابا راه الحقيقه راه دابا غادي نحلو تقريبا شي قد شتو شهور دابا تقريبا لا شحال الوقت يعني مش شحال من ساعه كيخدموا هاد الناس وا بالنسبه لهذا دابا نقول لك كاين بعض المرات اللي كيخدم هذا الشيء دابا تقريبا حتى ل 6 ونص العشيه و 4 المرات دابا الكابي دابا راه داز دابا راه خرجنا الغيس ربما الا شتي الكاميرا دابا رديتي لهاد الشيء راه جارنا دابا راه غدا دابا غنصبح انا دابا بالكراطة دابا بحال هذاك الشيء اللي كانوا دايرين في المركب شحال هذه الحبه ديال الشتاء انا وليت دابا غنديرو قدام المحل ديالي وهذا الشيء اللي كاين تفضل ايوا ها اتهدر وش عارف السلام عليكم مشاهدي قناه شوف تي في فهد مبشر من مدينه تمارا بالضبط اقامه جنان تمارا كما كنعرفوا السكينه اللي كتشكي من يعني من الشاحنات الحجم الكبير اللي كيدوزو يعني في الطريق كاين مدرسة كيخدمو واحد عندهم كاين واحد الشونتيون هنا كيخدمو بالليل وبالنهار يعني الناس ما كيرتاحوش وكاين اللي عندهم المحلات ويعني المحلات كيتغبرو ليهم الغيس كاين هنايا يعني الناس عايشين في واحد الضجيج في واحد الصداع في واحد الفوضى يعني كتشوف
القمه بحال هكا والشارع بحال هكا كتلقاه مكرفس يعني التكرفيس يعني واش تلاقينا كتشاكي يعني وكاين حتى مدرسه يعني كيخافوا حتى على وليداتهم كتعرفوا بان دوك الشاحنات من الحجم الكبير تيكونوا صعب شويه يعني كيدوزوا كل ساعه كل دقيقه يعني وكاين واحد الطريق كما كيقولوا طريق الشيكا كاين واحد الطريق اللي يمكن لهم يدوزوا لان الطريق يعني يمكن لهم يدوزوا منه كاميوات ولكن باش تدوز من حدا اقامات وتكرفس لهم الدنيا بحال هكا يعني كنشوفوا هذا الشيء صعيب شويه على الساكنه والناس اللي عندهم هنا الحوانت والمحلات كاين اللي عنده طابيسري كاين اللي عنده حتى الناس ما بقاوش يجوا عندهم لان المحلات كيتكرفسوا لهم بزاف وكنتمنى من الناس المسؤولة أو الناس اللي على هذا القطاع يحاولوا يعني يديروا بحق كما تيقولوا بحق الجورة لأنهم راه تيبنوا حداهم يعني كاين بلايص أخرين هنايا يعني يمكن الكاميو يدوز منه ولكن باش دوز من خلال إقامة يعني تكرفس لهم الدنيا كما كتلاحظوا متبعي قناة شوفتو Thank you.